نشوفوا العائلة ديالو لأنه باش على الأقل نشوفوا وراسلنا الوكيل العام ماشي تبع المجلس باقي ما توصلناش فيه الجواب بقى المجلس مفتوح في المكتب إلا بالنسبة هذه بالنسبة واحد مجموعة ديال الملفات بالنسبة للأنشطة التنسيقية كاين لقاء حول الاعتداء الذي تعرض له المواطن محمد المنصور تأسيس لجنة الجمعية لدوار قريندا تأسيس لجنة الجمعية لدوار عين الشوكة تنقل في المنطقة تأسيس لجنة جنان لدوار حول السكن كاين أنشطة نضالية واحد المجموعة ديال الوقفات تضامنية كانت تزداد مع المتقاعدين ديال الوكالة غادي 20/2018 اعتصام حول الملف القانوني الداخلي البلدية مشاركة في وقت احتجاج الجهوية جمعية حماية المنع من طنجة تحديد 8 مارس مع اتحاد نساء التعليم أدينو زيارة نساء قريندا في الطريقة التواصلية حضور الجمعية خلال إدارة غادير 21/2018 تحديد ذكرى تأسيس الجمعية وقت احتجاجية مساحة المسيرة 24/2018 تساق الصحفي عقد لقاء مع دوار عين الشوك مقر الجمعية على كيفية معركتهم حول رخص البناء واحتجاجاتهم أمام المنطقة الأمنية الزيارة التنظيمية لدوار قريندا وصياغة الملف المطلبي للساكن تحليل اليوم الوطني ضد المنع والتدين طلب 14/2018 اعتصام كان اعتصام في النهار تحليل اليوم الدولي لمكافحة الفقر 17/2018 تحليل ديكا 20/2019 في الأمر المنع البيان إحياء ديكا 8/2019 في التسامح باقي الإطارات النسائية تطلب مشاركة الجميع في الوقفة أمام المحكمة الإدارية في مراكش مشاركة في تظاهرة فتح ماي لا في السي دي تي ولا في يوتي وتقديم التصريح ديال الجمعية خلال فتح ماي الأنشطة الإشاعية كاين تنظيم ندوة فكرية بمناسبة 20/2018 كانت واحد المجموعة ديال الشهادة ديال المعتقلين السياسيين على خلفية العنوان ديالها على خلفية نضال الشعب تنظيم ندوة تحت عنوان الحرية العامة الحاصلة والآفاق من تحت الرفيق علي عمر الكمنعير تقديم التقرير السنوي 18/2018 لمقر الجمعية تنظيم ندوة فكرية يوم 22/2018 دبي كل يوم مفتوح امام جميع المواطنين كذلك هنايا عندي هنايا بالنسبه للكلى عندي هنايا 6 شهور كتجي 1800 درهم 6 هما اللي عندنا هي 300 درهم في الشهر وكاين مع الافانو مع النقابه ديال الافانو كاين تسويه ديال البطائق شنو مطلوب من الجمعيه المغربيه ما مطلوب من الجمعيه المغربيه هذه الظروف راهينا وحنا الان وهذا اليوم هو يوم للاسف الشديد مشهود في التاريخ هو اول هجوم غادر للقوى الظلام على موقع دراهم الهرب وبدايه مسلسل اغتيالات كتعرفها الاتحاد الوطني لطلبه المغرب وغيرها وبالتالي ثقافه حقوق الانسان ثقافه التقدميه ثقافه التحرر ثقافه المساواه وعدم التمييز الى غير ذلك هل نحن نحمل فعلا ثقافه حقوق الانسان كمنخرطين في الجمعيه المغربيه للأسف الشديد هذا يسائلنا جميعا يسائلنا جميعا على مستوى تكويننا على مستوى اجتهاداتنا على مستوى مبادراتنا الشخصية في البحث وفي تشكيل ثقافة ووعي لحقوق الإنسان قبل ممارستها على أرض الواقع للأسف الشديد المحطات اللي ربما عاشها مدينة العرائش لأن هناك خروقات هناك فساد هناك اعتداء عبريات هناك بطالة هناك اي مكان من مواقع الانتاج ولا مواقع الاداريه داخل مدينه العرائش هو بؤره للفساد اذا ارادت الجمعيه المغربيه الحقوقيه ان تشتغل فاعتقد ستجد نفسها ربما غلطت كما تقول في الاذنيه تقول هي الجامعه لو اي نموذج جامعه مشي للمرسى مشي للمستشفى مشي للسوق مشي للمارشي الخضراء كل شيء فساد ولكن السؤال هو ما هو المطلوب منا نحن كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان عندنا 80 ولا 100 ولا 200 منخرط داخل المدينه تسكنها 100,000 واحد شنو المطلوب منا؟ هذاك باش نكونوا شويه عاقلين باش ما نتغروش وباش ما نحملوش نفوسنا ما لا طاقه لنا به التحليل الموز والامور الذاتيه والموضوعيه تبقى بعين الاعتبار هي راه الرفاق راه ما تلقى له حتى شي اجر تيقدموه يمكن يخطئوه يمكن يصيبوا
كيديروا مبادرات، حنا ربما تنحضروا احيانا واحيانا ما تنحضروش كمنخرطين. صحيح ان المكتب يتحمل مسؤوليه انه هو يكون مبادر، يكون هو الدينامو، يكون هو المحرك، يكون هو يقوم للاسف الشديد عندما تعرف واحد التشتت مثلا في الانتقالات او ظروف اجتماعيه او ظروف خاصه تتراتب امام وضع لا تحسد عليه. ولكن الانتظارات والريالات تكون كبيره جدا لدرجه انهم قد نقولوا احيانا تكون غير موضوعيه وغير منطقيه. وهذا الشيء اللي خصو يديروا الحزب الدولي، تطلبوا من الجمعيه المدرسه خصها ديروا. والحزب الدولي ما غاديش يدير ذلك. وحنا ربما تنروح على الجمعيه المدرسه انها دير طوارئ هاد البلاد وتشتغل. هي الجمعيه المدرسه هي عندها اليات تشتغل، وهنا هذا يرجعنا للثقافه التنظيميه والاطلاع على القانون الاساسي والقانون الداخلي للجمعيه المدرسه. شنو الاليات اللي تشتغل فيها الجمعيه؟ راه كاين المراسلات مثلا، التراسل راه اليه، المتابعه راه ماشي بالضروره انا غنزل وغادي نحتاج للجامعه ولا الممارسه ولا الممارسه، انا كندير تقارير، كندير مراسلات، كندير بيانات، كندير احيانا كندير وقفه الى حد ما. الهجوم الكاسح على الجمعيه المدرسه في السنوات الاخيره راه جا استحضار، وهذه من خلال هذا الاستحضار هذا الواقع تندعو انا للرفاه وكل تشكيلات الى لم شمل الجمعيه المغربيه الخمسه الفتره المقبله واعاده تحليل تلحيمها وتصليبها من الداخل والعمل على التكوين ثم التكوين ثم التكوين. راه الا خرجنا غير واحد مليار الناس مكونين ثقافه حقوق الانسان، عندهم تربيه ديال حقوق الانسان، يزرعوها من اخرين في جهات اخرى، كنعتقد ان الجمعيه المغربيه الخمسه راها واجهه العاصفه التي هي الان في الفوم ديالها كما نقول. جميع المكتب معنا كاين هناك مؤاخذات، صحيح كاين مؤاخذات، كاين مجموعه من المحطات اخلفها. انا كناخذ دابا حاليا التقرير الادبي والمالي اللي طرا علينا كان ممكن نوزعوا علينا